مساكم الله بالخير متابعين، يعطيكم العافية. شلونكم؟ شو أخباركم؟ عساكم طيبين إن شاء الله. اليوم اليوم الجو جميل، والطلعة اليوم اخترتها حق هذا الحلو. طبعا هذا الحلو أنتم شايفينه من قبل، بس يمكن ما كنتوا تشوفونه بالنهار. عادة تصويري كان بالليل، أصوركم سيارة بالليل. فالحين طلعت فيه اغسل السياره هذه واطلع فيها واصورها، لان وايد من المتابعين بخاطرهم يشوفون السياره. طبعا السياره للامانه ما هي للبيع، مو معروضه للبيع، ولكن مستمتع نطالع السياره وجمال السياره وحالاتها، ويعني ناخذ لفه عليها. طبعا السياره هذه انا يمكن سالوني، يمكن اكثر سياره سالوني عنها هذه السياره. للأمانة السيارة هذه أنا مشتغل فيها، يعني أنا مجددها بيدي، اشتغلت فيها ورتبتها، وفي لمسات معينة أنا اشتغلت فيها على أساس تطلع السيارة جميلة. يعني لأن السيارة إذا ما حطيت إيدك فيها وما كان عندك ذوق أصلاً في عملية التجديد أو عملية التعديل، فما راح تطلع السيارة مثل ما أنت تبي، راح تظل السيارة عادية. لكن السيارة هذه لله الحمد بشهادة الجميع سيارة جميلة، مو جديدة. في فرق بين السيارة الجديدة وفي فرق بين السيارة الجميلة. السيارة هذه جميلة، يعني شكلها جميل. واحدة من الأشياء اللي خلتني يعني أشتغل فيها، واحدة من الأمور المهمة جدا في السيارة هذه اللي خلتني أشتغل عليها، هي اللون الداخلي حق السيارة هذه. طبعا أنا مغطي، مسوي حماية حق الكشنات على اساس ما يصير فيه استهلاك، ومن نوع من المحافظه يعني. راح اصورها الحين لكم بالكامل. طبعا السياره واحده من الامور المهمه انا طلبتها التواير، هذا التواير طبعا القياس، القياس 215 65 15. طبعا هذا القياس مو موجود عندنا بالكويت، هذا القياس الاصلي مال الوكاله، انا هذا طالبه من امريكا. وطبعا تكلفته كلفتني بحدود 300 دينار تواير. لكن اللي يبي شيء ويبي يطلع سياره تكون حلوه ومميزه لابد انه يتعب شوي. هذا القياس طبعا انا اتكلم عن المشلن بشكل خاص، القياس هذا موجود بس نوعيات ثانيه، فانا حبيت اطلب له مشلن بشكل خاص على اساس تطلع السياره بشكل احلى. وقلت لكم من ضمن امور التجديد انك انت لما انت بتجدد سياره تكون صاير لها فترة بالكويت، انك تجدد الامور المهمة، الاشياء اللي تعطي جمال حق السيارة هذه واحدة من الامور المهمة جدا. عندك الجامات، الليتات، الاشارات، هذه كلها اشياء جمالية لازم تغيرها. بالاضافة ان هذه السيارة انتم عارفين كان عليها دعميات امريكي، هي سيارة طبعا المانية ما هي امريكية، لكن صاحبها الاولي كان له خاطر انه يغير السيارة ويسويها بشكل المرسيدس الامريكي، لكن انا من شريت السياره رجعتها مره ثانيه حق وضعها الاصلي اللي هو الالماني. طبعا خليني اصور لكم البودي، خلينا ناخذ لنا لفه على البودي ونشوفه. طبعا حتى الاسطوبات الخلفيه انا مغيرها، كتبه هذه النيكلة اللي تحت الأرقام. طبعا هذه السيارة أغراضها ما هي رخيصة، يعني قطع غيارها ما هي رخيصة، خصوصا الأمور الاكسسوارات. أصور لكم البودي بعيد. مثل ما أنتم شايفين طبعا السيارة لون أسود ملكي من الداخل، جلد التان بيج او التان. طبعا التجديد يحتاج لذوق، يحتاج لخبرة، يحتاج لمصادر، تكون عندك مصادر لقطع الغيار، تكون عندك ميزانية حق السيارة، يعني لان بصراحة التجديد يكلف وايد، فمحتاج عدة امور على اساس تقدر انك انت تجدد اي سياره. طبعا هذه الاخشاب ايضا
يوقفوها. كشن السايق للراكب عفوا. فمثل ما قلت لكم السيارة تستاهل ان الواحد يجددها، مو حسافة، خصوصا لما تكون سيارة نادرة مو موجود، يعني اللون هذا مو موجود، مو متوفر، نادر ما تحصل اللون. فواحدة من الأشياء الجميلة في السيارة هي اللون، فعلى هالأساس الواحد لما يبي يجدد لازم يختار السيارة المناسبة اللي تسوى انه يتعب عليها ويجددها وبعدين يشتغل. الحين طبعا خلنا ابطل الغطاء، شغلت السيارة بطل الغطاء. طبعا السيارة هذه 500 سي ال ما هي 560. مروحتين اماميات وصل الدبة شوفها. طبعا هذا الطرفال خاص حقها، نسوي شوية اغراض. هذا حقيت له تلبيس على اساس لا يستهلك. هذا الثاني ايضا، هذا السبير، هذه المعدمات. يعطيكم العافية متابعين ومشكورين.